نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. نشكر الجميع على الحضور ونشكر الطالبات على إبداعهن الملموس والمحسوس الذي أثلج القلوب بأدائهن. بمناسبة حفل خريجات مجمع 22 مايو 2020-2021 إن شاء الله خريجات، نشكر كل من ساهم ودعم ونشكر المقاومة الوطنية بقيادة الأخ طارق على دعمه للخريجات. يسعدني باسمي شخصيا وباسم قيادة السلطة المحلية في مديرية الخوخة أن نهنئ الطالبات المكرمات في هذا الحفل. نبعث رسالة من هنا من مديرية الخوخة المحررة ومن الساحل الغربي من محافظة الحديدة تحديدا، ونقول للميليشيات الحوثية: ها نحن اليوم نحتفل ببناتنا المكرمات ونعيش حياة طبيعية. إننا شهداء، نحن في المؤتمر الشعبي الآن أن ندعم مثل هذه الأعمال وهذه الاحتفالات، وإننا نرسل رسالة إلى أخواننا في مديرية حيف بأننا ما هم بما حصل لهم أمس من اعتداء قاسم وقتل 7 أطفال من ميليشيات الحوثي الإرهابية. إننا نقول لهم: كونوا صفا واحدا وكلنا مع التعليم ومع التعليم وضد الإرهاب وضد الميليشيا الحوثية. نؤمل بالمستقبل من خلالهن. هؤلاء هن طبيباتنا المستقبل بإذن الله، هؤلاء مهندسات المستقبل، هؤلاء مدرسات المستقبل، وبإذن الله سوف يكون الوطن بوجود هذا الجيل الوطن غالي وسعيد كما حمل هذه الصفة من قديم الزمان.